بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة تاني نمرة من الشارع ده. هنا كده بقى بيجي لنا المدخل بتاع العمارة اهو. ده كده المدخل ودي البوابة بتاعته. طبعا يا جماعة العمارة لسه جديدة، وده كده المدخل بتاعها رخام اهو، لسه بس السقف بتاعه لسه ما اتعملش. ده كده مكان الاسانسير اهو، بس لسه الاسانسير ما اشتغلش. وصلنا كده بقى يا جماعة اهو الدور اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة على الطوب الاحمر، مساحتها 190 متر، 3 غرف ورسبشن قطعتين كبار ومطبخ واتنين حمام واتنين بلكونة. يلا نبدأ نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. اول حاجة يا جماعة بيجي لنا الطرقة اللي احنا فيها دي، دي طرقة التوزيع. هنا كده على اليمين بتجي لنا غرفة، دي كده غرفة يا جماعة مساحتها تقريبا 3.5 × 4. ده يا جماعة الصافي، المساحات اللي انا بقولها دي اللي هي مساحة الصافي. عندنا برضو هنا فيه شباك، ده الشباك ده على منور يا جماعة. طبعا الشقة ناصية، خلي بالكم الشقة ناصية، دي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي على منور. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام بتاع الضيوف، ده حمام الضيوف اهو يا جماعة، يعني ده بالنسبة لحمام ضيوف مساحته حلوة جدا، برضه بيبص على نفس المنور بتاع الغرفة اللي احنا شفناها في الأول دلوقتي. بعد كده بقى هنا على الشمال بيجي لنا الريسبشن بتاع الشقة، ده يا جماعة ريسبشن قطعتين كبار ما شاء الله، ممكن ياخد معانا كمان. طبعا انتوا عارفين ان العفش الجديد بيبقى حاجة كلاسيك كده صغيرة، والسفرة تلاقيها صغيرة وحاجات زي كده. اما طبعا لو العفش القديم بتاعنا بتاع زمان بتاع اهالينا زمان ايام البركه، ده هتلاقي يعني كده الحمد لله ياخد معاك قطعتين مستريح. انما لو العفش جديد عريس بقى وعروسه وكده هياخد معاك 3 قطع مستريح ان شاء الله. ده كده يا جماعه ريسبشن اهو، في طبعا معاه البلكونه، وفي غرفه ثانيه ببلكونه. الشقه ناصيه يا جماعه، ناصيه على شارع 8 متر وشارع ثاني 10 متر، بس معاك المساحه مفتوحه. تعالوا نشوف الاول الريسبشن والفيو من الريسبشن، وبعد كده نرجع نكمل الغرف معانا. بعد طبعا يا جماعه الريسبشن الكبير ده بيجي لنا بلكونه برده مساحتها كبيره، يعني دي البلكونه اهي يا جماعه مساحتها تقريبا 1.5 متر، يعني العرض بتاعها ده حوالي 1.5 متر. ده كده اهو يا جماعه الفيو من قدام الريسبشن، من البلكونه يعني بتاعه الريسبشن. ده جايب معايا النيل اهو، شايف النيل. هوريه لحضراتكم دلوقتي من الغرفه اللي جوه، هيكون باين معاك كمان اكتر لان الغرفه اللي جوه في الناصيه. نبدا نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده يا جماعه ريسبشن اهو. تعالى بقى نشوف الغرفه دي، هنقول مثلا دي الغرفه الثانيه، احنا شفنا غرفه هناك عند الباب، ودي كده تعتبر الغرفه الثانيه اللي هي في الناصيه. دي يا جماعه الغرفه اللي في الناصيه اهي. الغرفه دي يا جماعه على شكل حرف L، لو تلاحظوا معانا كده هتلاقيها حرف L، ما شاء الله مساحتها حلوه. ده كده شباك اهو، نفس الفيو بتاع الريسبشن. وهنا كده بتجي لنا البلكونه اللي شايفه معايا النيل مباشره، دي تعتبر البلكونه اللي في الناصيه يا جماعه. ده كده يا جماعه انت شايف النيل مباشره قدامك. اعمل لحضراتكم زوم ان عليه، يعني النيل وكورنيش المعادي. ده الكورنيش اهو، الطريق بتاع الكورنيش، واللي هناك ده النيل. ما شاء الله يا جماعه منظر في منتهى الجمال. انت تاني نمره بالظبط من النيل او من الكورنيش. طبعا كمل معايا الفيديو للنهايه عشان اقول لك على كل التفاصيل والسعر والعنوان. دي كده يا جماعه خلاص شفناها الغرفه الاولى او الثانيه اللي هي على شكل حرف L، الاولى احنا شفناها بره، دي كده الثانيه، وده الريسبشن.
فهنا بقى حاجه جميله برضو يا جماعه، عندنا دي الباب ده بيدخلني على طرق التوزيع، توديني على غرفه والحمام الكبير والمطبخ. هنا دي يا جماعه فتحه مناوله او فتحه سيرفيس جايه من المطبخ. المطبخ مساحته ما شاء الله حلوه جدا، تعالوا نشوفها. لو انت حابب تعمله غرفه يمشي معاك غرفه كمان، يبقى غرفه رابعه، او مش هتبقى غرفه رابعه بقى، لا هيبقى معانا كده الغرفه اللي بره دي هنعملها المطبخ. ده كده يا جماعه هو الحمام المطبخ، ان شاء الله مساحته حلوه، بيبص هنا على الشارع الجانبي ده اللي انا قلت لحضراتكم شارع 8 متر او 7 متر تقريبا، يعني ايا كان مساحته فهو بيكون متنفس للشقه. ده كده يا جماعه المطبخ اهو، معمول له فتحه سيرفيس هنا. طبعا انت شقتك طوب احمر، حابب تقفلها بقى وتخلي المطبخ مقفول، حابب تفتحها عن كده وتعمله امريكان، مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك. هي دي حلاوه الطوب الاحمر يا جماعه، ان انت لما بتشتري طوب احمر بتقدر تعمل في شقتك اللي انت عايزه، تشيل بقى الجدار ده خالص، تعمله نص جدار، تعمل فتحه بس تقفله خالص براحتك، حابب تفتح اوضتين على بعض، تقفل غرفتين برده مفيش اي مشكله، تقدر تعمل في شقتك اللي انت عايزه. هنا كده بقى يا جماعه الحمام الكبير اهو، مساحته حلوه على فكره يا جماعه، ياخد معاك بانيو برده مستريح وحوض وكرسي للحمام برده، وده بيبص على نفس الشارع اهو. الشقه يا جماعه حلاوتها ان هي ناصيه فتهويتها حلوه جدا. بعد كده هنا بتجي لنا الغرفة الثالثة، دي الغرفة الثالثة اهي، دي مساحتها تقريبا يعني أكتر من 4×4. برضو يا جماعة بتبص على نفس الشارع، ده اهو الشارع اهو. دي كده يا جماعه ايه الغرفه الثالثه. كده احنا شفنا الشقه بتاعت النهارده، نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه. الشقه مساحتها 190 متر، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين كبار او ثلاث قطع، ومطبخ واثنين حمام واثنين بلكونه. الشقه في الدور السادس، سادس بلكونه بعد الارضي. الشقه للبيع كاش او تقسيط، في حاله البيع كاش سعر الشقه 850,000، في حاله البيع تقسيط على سنه سعر الشقة 950,000، تدفع 550,000 مقدم و 400,000 يتقسطوا على سنة. الشقة عنوانها القاهرة حدائق حلوان بعد المعصرة، تاني نمرة من على الكورنيش. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.